Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre les pièces de la maison. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aliyoum sanata'arraf ala ajza' al-manzil bi al-lugha al-faransiya. Le garage. Al-mir'ab. Le garage. La salle de bain. La salle de bain. Al-hammam. La chambre à coucher. La chambre à coucher. Ghurfat an-nawm. وإذا كانت غرفة عادية يكفي أن نقول la chambre. La cuisine. La cuisine. المطبخ. Le réveil. المنبه. Le réveil. Le salon. غرفة المعيشة أو قد نقصد بها غرفة الضيافة. Le salon. Le balcon. Le balcon. نقصد بها الشرفة. Le bureau. Le bureau. المكتب. La table. المائدة. إذا هي جزء من أجزاء الأثاث في المنزل. لونتخي. المدخل. لونتخي. لو كولوار. لو كولوار. الممر. إذا في كل منزل يوجد ممرات. لو كولوار. La terrasse. إذن بالنسبة لهاته نقصد بها الشرفة لأنها تشبه الشرفة وهي تكون في المنازل أكثر مما تكون في les appartements أي الشقق. Les toilettes. المرحاض. Les toilettes. L'escalier. Assalalim ou Adolj. L'escalier. La salle à manger. Qa'at al-akl. La salle à manger. Le tableau. Lawha. لوحة الرسم إذا هي جزء من الأثاث وليس من أجزاء المنزل. Le tableau. Le grenier. العلية. إذا هو هذا الجزء المحاط بالخط الأحمر. Le grenier. السقف. Le toit. إذن الجزء المحاط بالخط الأحمر نقصد به السقف. Le toit. La cheminée. La cheminée. المدخنة. La cave. هو الجزء السفلي. إذن أنا أقوم الآن بتلوينه باللون الأصفر. إذن لاكاف هو الجزء السفلي من المنزل يكون تحت الأرضية. إذن سنقوم بقراءة كل أجزاء المنزل. نبدأ بأول شيء لونتخي المدخل. ثم لدينا لسكاليي السلاليم. La cuisine, al-matbakh. La salle à manger, qa'at al-akl. Le salon, idan huwa qad yakun l'istiqbal ad-duyuf. Chambre,
une chambre à coucher إذا غرفة النوم إذا في هذا المنزل يوجد غرفتين نوم دو شامبر à coucher la salle de bain إذا هي الحمام la fenêtre إذا هي جزء من أجزاء المنزل نقصد بها النافذة le grenier وهو العلية. إذا بالنسبة لتقسيم المنزل لدينا لاكاف هي تحت أرضية ولدينا ريد شوسي إذا هو الجزء الذي يبنى فوق الأرض ثم لدينا لو بروميي إيتاج هو الطابق الأول ولدينا لو توا هو السقف. C'était le cours d'aujourd'hui. إذا كان هذا درسنا لليوم درس يهم الرصيد اللغوي le vocabulaire pour enrichir votre vocabulaire لإغناء رصيدكم اللغوي باللغة الفرنسية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم في الدرس المقبل إن شاء الله سنتعرف على الأثاث باللغة الفرنسية اليوم تعرفنا على أجزاء المنزل les pièces de la maison أتمنى أن تشتركوا على القناة وتشاركوا الفيديو لا تنسوا كتابة تعليقكم وملاحظاتكم أي درس تحتاجونه ما عليكم سوى كتابته في التعليق وسنقوم بوضعها على القناة إن شاء الله. Je vous souhaite une bonne soirée. أتمنى لكم أمسية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لدرس مقبل إن شاء الله.